لكن البداية دايما وأبدا كما تعودتم مقالي ومقاله في تأكيد المؤكد. أما عن هذا المؤكد فهو الكابتن حسن حمدي. قيمة الكابتن حسن حمدي، نزاهة الكابتن حسن حمدي، وشهادة البراءة الخارجة عن سلطات التحقيق بشأن ذمة الكابتن حسن حمدي التي كنا من المؤكد يا باشمهندس كلنا تأكيد بقيمتها وبنزاهتها وبشرف ومكانة الكابتن حسن، لكن أن يخرج هذا في شكل قانوني موثق، قانوني موثق مؤكد. فده مؤكد، تأكيد للمؤكد. محدش فينا كان عنده ذرة شك في سلامة موقف الكابتن حسن. أيوه. ولذلك كنا دائما نشيد بقدرته على أنه يتحمل في رجولة كده ويعني يواجه هذا الموقف بشجاعة ويقين. أي. وكمان ما كانش عندنا شك أبدا في نزاهة وشموخ جهات التحقيق وعدلتها. الحقيقة بنبارك له وبنقول له يا رب كده تفضل في أحسن حال. كابتن حسن، امبارح يمكن بوابة أخبار اليوم الحقيقة انفردت بتقرير مهم جدا عن التفاصيل الكاملة لإلغاء التحفظ على أموال رئيس النادي الأهلي الأسبق. وقالت أخبار اليوم في بوابتها الإلكترونية: تلقى البنك المركزي والشهر العقاري وسلطات المنافذ خطابا من جهات تحقيق بشأن إلغاء أمر منع الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي من التصرف في أمواله السائلة والمنقولة والعقارية بموجب قرار سابق لجهاز الكسب غير المشروع بتاريخ كذا وفقا لكذا. قدمت الشكوى ضد محمد محمود اسماعيل وشهرته الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الاسبق بصفته وقتها مديرا لوكاله الاهرام للاعلام. بوابه اخبار اليوم نشرت التفاصيل الكامله من مصادرها وقالت انه الكابتن حسن حمدي وخلال 8 سنوات فتره التحقيق المطوله قدم لجهات التحقيق كل المستندات الداله على سلامه موقفه المالي، وانتهت اللجنه او لجان التحقيق التي اثبتت قانونيه ومشروعيه مصادر دخله وسلامة مركزه القانوني والمالي تماما، وتم أيضا التأكيد على أنه لا وجه لإقامة الدعوة ضده وضد أسرته، وعليه أمرت بإنهاء أثر قرارها السابق بمنعه من التصرف في أمواله أو منعه من السفر خارج البلاد. وده تأكيد شديد وجديد على سلامة موقف الكابتن حسن، اللي أنا قلت لحضراتكم من البداية كان هذا شيئا مؤكدا. الحمد لله. ودائما هو انت في مبدا في الدنيا يمشي عدل يحتار عدوك فيك. ايوه. ومش بضروري العدو بالمعنى الحرفي. ايوه. لكن اولئك الذين يتوهمون او يتربصون او يكرهون النجاح او يعني دائما يشككوا في 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 الناس الناجحه. فالحمد لله انت بتبقى مغطي نفسك بالنزاهه بانك تمشي عدل. الحقيقه كابتن حسن حمدي طيله 8 سنوات لو كان في حد ممكن يكون مثال ونموذج للصبر والتحمل والجلد والثقه في النفس وفي سلامه الموقف هيكون ده المعنى العام للكابتن حسن حمدي، لانه ما طاله اكيد انتوا تابعته. ناس كتيرة قوي ملهاش أي لازمة تقولت وأساءت وأشاعت وألصقت به تهما كثيرة، لكن كان الحقيقة كابتن حسن حمدي شديد الصلابة والثقة. أنا مش عايز أتكلم لأن في حاجات حتى بعض أولئك الذين تقدموا بشكاوى ضده يطالهم التحقيقات الآن. إحنا مش عايزين حد يبقى في هذا الموقف العصيب، لكن في كل الأحوال إحنا بنقول إيه تاني، انت امشي عدل عشان تبقى مطمئن على مستقبلك. والحمد لله كابتن حسن حمدي وهو صابر كان مطمئنا وكنا معه مطمئنون. طيب لكن اتفضل. يعني اللي انا عايز اقوله كفايه بقى نبقى عايشين هذا الجو الصعب اللي محدش محتمل حد، ورب كلنا يسترنا ربنا، لان يعني عملية صعبة جدا. وانا كنت والله شايف الكابتن حسن حمدي زي ما انت بتقول كده نموذج للصبر والشجاعة والتحمل. طيب كابتن حسن حمدي ممكن تقوله باختصار شديد، يعني هو رئيس النادي الاهلي، هو كابتن حسن شان الكابتن خطيب يمكن الاثنين من القلائل اللي عمرهم ما تقدموا للجمعية العمومية للنادي الاهلي في اي انتخابات الا وحازوا ثقة الجمعية.
حتى الكابتن صالح يمكن لم يوفق في انتخابات 76، لكن الكابتن حسن مر بكل مقاعد مجلس الإدارة، عضو، أمين صندوق، نائب رئيس، رئيس بالإنابة، ثم رئيس بعد وفاة الكابتن صالح في صيف 2002، واستمر الكابتن حسن رئيسا للنادي الأهلي من 2002 حتى سلم الراية بعده لمجلس المهندس محمود طاهر في 2014. عايز أقول لكم الكابتن حسن سلم راية مجلس إدارة النادي الأهلي في 2014 مارس 2014 والأهلي أكثر أندية العالم تتويجا بالبطولات في المركز الدولية. الأول كان قبل ريال مدريد 19 بطولة، كان رقم واحد على مستوى العالم. كان النادي الأهلي في نهاية دورة الكابتن حسن حمدي وزملائه أعضاء المجلس. بس كمان اللافت جدا أنه خلال هذه الفترة ل 12 سنة والكابتن الرئيس كابتن حسن رئيس للنادي من مارس 2002 لغاية 2014 الأهلي فاز ب 29 بطولة، ولعله أكثر رئيس نادي في حقبته حاز الأهلي بطولات في كرة القدم. 29 بطولة بالضبط تفصيلها يا باشمهندس: بطولة الدوري 9 مرات، كأس مصر 3 مرات، سوبر محلي 7 مرات، 5 بطولات لدوري أبطال أفريقيا و5 بطولات للسوبر الأفريقي. يعني 29 بطولة في خلال فترة تولي الكابتن حسن حمدي رئاسة النادي ومجلس إدارته، لأنه الإنجاز دايما يحسب لكل أعضاء مجلس الإدارة. دي كانت الحقبة الذهبية للنادي الأهلي اللي من بعدها استعاد الأهلي بطولاته في الفترة الأخيرة وبدأ ينافس بشكل قوي جدا. حاز الكابتن حسن في فترة رئاسته للنادي على تكريمات مهمة جدا، لكن كان التكريم الرائع جدا حتى بعد ما خرج من رئاسة النادي وهو ليس رئيسا للنادي الأهلي. كرمه الاتحاد الأفريقي في العاصمة الأثيوبية كأفضل رئيس للنادي في تاريخ أفريقيا. طبعا في تاريخ كرة القدم الأفريقية كرم الكابتن حسن حمدي كأفضل رئيس نادي في القارة.